هيدا البودكاست من إنتاج حكواتي. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست أبو، معي أنا وردة بوداهر. الحلقة اليوم عن الموسيقى والصحة النفسية، وللحديث عن الموضوع رح تنضم إلنا ميا بتيش وهي معالجة بالموسيقى. أهلا وسهلا فيك ميا بعد معاناة أشهر لحتى نقدر نظبط وقت ونسجل هيدا الحلقة. هلو وردة، عن جد أخذتنا كتير وقت وكتير صعوبات تقدرنا نوصل فاينل اللي نقدر نعمل هالحلقة. بعتقد اللي بيعرفوني بيعرفوا قدي بحب الموسيقى، فلهالسبب بحب خبركم أخذتنا شهور، ولما زبط الوقت كان في مشكلة بالسيستم كمان لنسجل، فنحنا حاليا بعد ساعة من محاولة أنه نسجل. بس رغم هيك الموسيقى أقوى ورح نحكي عن هالموضوع. أول سؤال عبالي أسألك هو دايما بيخطر لي إلي وكتير ناس بيبعتوا لي على إنستغرام، إنه شو تأثير الأغاني الحزينة علينا؟ يعني في ناس بتقلك أنا بنبسط أسمع غنية حزينة، ما بزعل لما بسمعها، هل هذا شيء طبيعي أو بيدل إنه لا في شيء مش ظابط ونحن الأغاني الحزينة لازم تحسسنا بالحزن؟ هلأ خليني أحكي بشكل شامل عن الموسيقى. بنعرف شغلة إنه الموسيقى ما بتستشيرنا، يعني لما بنسمعها بتفوت لدخلنا وفيها تخرقنا بسهولة، إن كانت موسيقى بتفرح أم بتحزن. هلأ الموسيقى الحزينة تحديداً تأثير علينا كبير. ليه؟ لأنه بالمجمل الأغاني الحزينة عندها عناصر معينة، مثل الإيقاع البطيء، يعني يوجد الأغاني الحزينة بتروح بإيقاع بطيء، أم حتى الكلام أم النغمة الحزينة اللي تستعمل بهيك نوع من الأغاني. هالشي بيوعي جواتنا أحاسيس مثل الزعل، مثل شعور بالفقدان لشي معين أم لشخص معين، وهالشي بيخلينا نعيش أكثر هالحالة. هلأ لسؤالك، عادة ننبسط إذا سمعنا أغاني حزينة؟ قبل ما نقول ننبسط خليه يضوع شغلة مهمة، إنه لما أنا أكون بحالة زعل وبسمع أغاني حزينة في شغلتين بيصيروا. أول شيء بحس إنه في حدا عم بيفهم حالتي النفسية ومن الوحيد اللي عايش بهالزعل، هيدي أول شغلة نحنا منحسها. تاني شغلة منحس إنه في حدا عم بيترجم شو حاسين، لأنه مش دايما منلاقي الكلام اللي بيعبر عن جد عن شو حاسين. فلما منسمع هيك أغاني منحس كأنه مرر، كأنه في مراية قدامنا قادرة تشوف، قادرة تعبر عنا، قادرة تحس بتنا، وهذا الشيء بيخليني ارتاح. ولما برتاح بطبيعة الحال في شعور من الفرح راح حسه. بس مية أوقات نحن منكون مش حزينين، يعني أنا اليوم منا زعلانة، أنا اليوم مرتاحة، كل شيء تمام، ما صاير معي شيء، ما في شيء معين أنا عم حسه. أكيد ما في شك، وأنا بقول لك من تجربة شخصية، أوقات بس تكون عم بسمع غنية حزينة وبتوصف الحالة اللي أنا فيها بصير إنه إيه 100% هيك، إيه برتاح، بحس إنه مش بس أنا. بس بالإضافة لهذا الشيء أوقات أنا بكون بمزاج كتير حلو، يعني رايحة ظهرة مع رفقاتي، رايحين نتسلى، كل شيء كتير تمام، وبيطلع لي غنية حزينة وبستمتع إنه أسمعها، مش لأنه حاسة الحالة ولا لأنه بتشبه شيء أنا عشته، بس أنا بحب هو الأغاني، يعني هيدا نوع أغاني أنا بحبه، مثل ما في ناس مثلا يمكن ما بتحب تسمع راب بس بتحب تسمع غير نوع تاني من الميوزك، هيدا خيار لألون بيبسطن هيدا النوع. فهل فينا نقول إنه الأغاني الحزينة هي نوع نحنا فينا نحبه من دون ما يكون مرتبط بمشاعرنا؟ هلأ أنا دايماً بربط الموسيقى للمشاعر، يعني إذا أنا رايحة مثل ما بتقولي مشوار بالسيارة وكان في موسيقى حزينة وأنا استمتعت أني أسمعه وأنا مني قاطعة بحالة معينة فيها حزن، فلابد أنه هالموسيقى is related، هي مرتبطة بحادثة صارت قبل، يمكن كانت حزينة بس أنا تخطيتها، بس أنا قدرت أطلع منها أم قدرت يمكن عبر عن مشاعري بوقتها، فمشان هيك يمكن بستمتع اني اسمعها. بالنسبة لي هيدا التفسير اللي ممكن يكون انه انا لما بسمع اغاني حزينة بستمتع بنبسط. فوالا، شو تأثير الأغاني عامة؟ يعني هلأ ركزنا شوي على الأغاني الحزينة، بس عامة شو تأثير الأغاني والموسيقى على حياتنا وعلى مزاجنا؟ هلأ الموسيقى عندها كتير تأثير كتير كبير وعلى كذا كذا نطاق على الإنسان، بس خليني ضوي على التأثير البيولوجي اللي بيصير بقلب الشخص بجسمنا لما نحن نسمع موسيقى معينة. فالموسيقى فيكون عندها تأثير مباشر على جسمنا، مثل تغير دقات قلبنا،
حتى تغير طريقة اللي بنتنفس فيها، فيها تخلينا نفرز بعض الهرمونات اللي هي مثل الأندورفين، هالهرمون اللي معروف إنه هي بتخفف الإحساس بالوجع، مثل السيروتونين اللي نحن بنسميها هرمون السعادة، مثل الأدرينالين والسيتوسين، وأكيد في كتير غيرهم. فتأثير الموسيقى مباشر على الدماغ وعلى جسم الإنسان كمان. وغير التأثير الفيزيولوجي ورد الموسيقى بتقدر تحسسنا، يعني بتقدر تساعدني تعبر عن مشاعري، بتقدر تساعدني أوقات تركز على شيء معين عم بعمله، بتقدر تساعدني تكون طريقة للإبداع، طريقة أعبر فيها عن حالي، أفهم حالي أكثر. وأكيد هي كمان وسيلة تواصل، بتساعدني أني أتواصل مع العالم الخارجي. يعني بعطيكي مثل، لما منكون بحفلة مثلا وأنا ما بعرف عالم، في أشخاص ما بعرفهم وبتشي موسيقى كتير حلوة مثلا أنا بحبها، وهذا الشخص اللي أنا ما بعرفه كمان كتير بحبها، فينا نصير يصير في آي كونتاكت، نغني مع بعض، بركي نرقص مع بعض. سو هالموسيقى هي كمان مويان كوميونيكاسيون، وإذا بدك وسيلة تواصل، وسيلة اجتماعية تفوت مع الآخر وأقدر أتواصل مع الآخر. شو التأثير تبع الموسيقى كتير كبير، يمكن بده ساعة كاملة، بس إذا بدك طريقة مختصرة هيدا التأثير تبع الموسيقى علينا. بحس إنه حرام وجه بالوقت الحالي ما يكون بيان للناس اللي عم تسمع، لأنه هيك دمعت يعني وابتسمت. وأنا علاقتي مع الموسيقى شي كتير حلو، شي كتير بحبه، بس أنت وعم تحكي حسيت فيها بعد أكتر وأكتر. قريت مرة أنه الأغاني اللي بنسمعهم بسن المراهقة هن أكتر أغاني بنتذكرهم، هل في سبب أو شرح له الموضوع، أو هل هو فكرة صحيحة أو هي فكرة مغلوطة؟ رح قلك ليه صحيحة، لأنه في دراسات بتقول أنه الموسيقى اللي بنسمعها نحن وصغار فيكون لها تأثير دائم على ذوقنا بعدين بالموسيقى. سو فيها تكون حاملة ذكريات حلوة، فهالموسيقى بتصير مربوطة بأشياء حلوة عشناها، ومنصير بعدين عكبر نختار وننبش على هيك نوع من الموسيقى، إن كنا واعيين على الموضوع أم لا، يعني إذا كان بطريقة بالوعي تبعنا أم باللاوعي. وهون أهمية ارتباط الموسيقى بالمشاعر وبحياتنا. يعني أنا اليوم كمراهق أم طفل، إذا عشت حادثة كتير حلوة، شو ما كانت هالحادثة، ابن ما حلو، وكان في موسيقى معينة، أنا شو بعمل؟ دماغي شو بيعمل؟ بيربط هالموسيقى بهالسيتواسيون، بهالإيفنت، بهالشي اللي عم بيصير اللي هو حلو، ودماغي بيسيف هيدي المعلومة. فأنا بعدين لما برجع بسمع هالغنية، هالمنطقة بدماغي اللي سيفت الغنية اللي مربوطة لحالة حلوة عشتها، هون رح تعطيني هالفرح، أم هون بصير برجع نبش على هيك نوع من الموسيقى، لأنه أنا بعرف إنه هالموسيقى صارت بتفرحني. والعكس تمام، والعكس تمام، حتى الموسيقى الحزينة إذا أنا ما بعرف صار شيء حزين كتير، وكان في موسيقى معينة، أم حتى يمكن مش موسيقى، كان في أصوات عم بسمعها، بعدين بربط هالأصوات أم هالموسيقى كمان للقصص البشعة اللي بعدين اللي بجرب زيح عنا، أم بصير أرفض أسمع هيك نوع موسيقى لأنه بتذكرني مثلا إذا كان في إيقاع كتير قوي وأنا ما بعرف عشت الحرب، أم عشت شيء كتير فيه أصوات قوية، سو هالإيقاع القوي بصير أنا بعدين زيح عنه، هالإيقاع بيزعجني. فوالا، ليش بنتذكرهم كطفل أم كمراهق؟ مهم نعرف إنه عند الولد ورد الجهاز العصبي بيكون متطور أكثر، يعني بيكون حساس أكثر وبيتأثر بكل شيء حواليه أكثر من الشخص الكبير، وخاصة بالموسيقى. سو هالولد لما بيتأثر بموسيقى معينة، الروابط العاطفية اللي بتكون أقوى بوقتها كطفل، وهالشيء بيخلي بالذاكرة. ما سمعت؟ عم قول فبتبقى هيك بالذاكرة أكتر. يس، هالشيء بيخلي الموسيقى تنحفر بذكرته، إن كانت بوزيتيف أم نيجاتيف at the same time. فبشكل عام الموسيقى فيها تكون جزء مهم من تطور الإنسان وتأثيره على العقل وعلى العواطف، اللي بيبلش عن جد بعمر كتير صغير.
ميا، لما بنحكي عن الموسيقى بتذكر فترة بحياتك كانت يمكن من الأصعب. الأشخاص اللي بيسمعوا البودكاست بيعرفوا هاي الخبرية، بس رح أختصر شوي للأشخاص اللي حيسمعوا أول مرة. أنا حدا جدا جدا متعلق بستو، وستي توفت من حوالي 3 سنين تقريبا، يعني هلأ بالشهر اللي نحنا فيه هو الشهر يلي أنا فقدتها فيه. فهيدي الفترة فهيدي الفترة كتير فيها مشاعر لألي، وكتير بحس انه كل ما بقطع فيهم بحس قصص ما بعرف مش دايما بقدر فسرها. علاقتي انا وستي كان جزء منها كتير كبير هو الموسيقى، وكنا كتير نعمل هيك نكزدر ونسمع اغاني، واكتر غنيتين انا وياها كنا نسمعهم مع بعض ونتذكر بعض فيهم هي ستي يا ستي تبع فيروز، وهي مستنياك يلي بتغنيها نانسي، يعني الحفله تبع نانسي عجام تحديدا. فهودي كنا كتير نسمعهم انا وياها، واكيد بالاضافه لغير اغاني. فستي راحت بغيبوبة وكانت بالكوما، وأنا ما كان عندي ولا تفاعل معها، يعني ما كنت تعمل ولا ردة فعل. فأنا اخترت براسي أنه أنا بدي حط له الأغاني اللي نحن كنا نسمعهم مع بعض، وكنت حطهم يعني هيدول. وهلأ تذكرت كمان في بتواني سبيك تبع وردة، فهيدول الثلاث أغاني كنت دايما حطهم، خاصة إذا كنت معها بالغرفة اللي كان في نزورة لوقت كتير قصير. هلأ أنا كنت حس شعور شخصي، ما بعرف إذا هو حقيقي أو لا، لأنه أنا كنت بحالة نفسية مش كتير يعني متزينة 100%. كنت حس أنه هي عم تتفاعل مع هاي الموسيقى، يعني أنا كنت حس وقت أكون عم حط الأغاني حس أنه في حركة بجسمها أكتر، يعني كانت إيدها تتحرك أكتر، كانت تشد لي إيدها أكتر. فحتى في عندي فيديو مصورته كنت حس أنه تجي جارب يعني تلمس وجهي أو إيدي لما أنا كنت حاطة هدول الأغاني. ما بعرف إذا هالشي حقيقي، وما بعرف إذا هي كانت بتسمع أو ما بتسمع هيدول أغاني، تكون كتير صريحة وما رح يجي يوم وأعرف هيدا الشيء. أنا بعرف، بس هل في تفسير علمي لتفاعل الناس بالغيبوبة مع الأغاني؟ هل في شيء حقيقي عن هالموضوع ولا لا هيدا خرافة نحن منتخيلها ومنعيشها ومنحلم فيها؟ هلا وردي، ما في شك إنه نحن لما بنكون بهيك وضع مثل أنت فيه بنصير ناخد حيلا حركة بتصير، أم حيلا تطور كإشارة إنه الشخص معنا، بعده عم بيسمعنا، بعده عايش، كل هالأمور. بس كمان إذا بدنا نحكي بقصص ساينتيفيك، كمان في تقارير وفي أبحاث كتير بتشير على إنه المريض اللي بيكون بحالة غيبوبة أم حتى بحالة وعي محدود، هالتقارير بتظهر إنه كانوا عم بيتجاوبوا مع الموسيقى. بس إنه أكيد يعني هالشي بيرجع لحالة المريض قد ايه كانت حالته متطورة ومتقدمة. بس بما انه اللي كنت عم تقوليه كتير كتير مهم، بما انه الموسيقى بتوعي المشاعر، وانت وستك بمطرح في ذكريات في مشاعر عشتوها، حتى يمكن لو ما كنتوا واعيين منها، يمكن هالفرح اللي عشتوه، هالكونكشن، هالشي اللي عشتوه بوقتها. سو الموسيقى شو بتجي بتعمل؟ بتوعي مشاعر وذكريات معينة. فالتفاعلات العاطفية والتفاعلات العاطفية خاصة، فبهيك حالة فيها تلعب دور مهم باستجابة المريض. وهيدا الشيء كيف منشوفه؟ أنت درجة شفتي قلت أنه تشد على إيدك أكتر، أنه تجرب الدق بوجهك، فهيدا الشيء نقدر نشوفه، واللي بدل أنه إيه هيدا الشخص عم بيقدر يوصل له هالموسيقى، أم قادر يسمع، أم قادر يتفاعل، بس يمكن ما هو قادر كتير يعبر، جسمه بيقدر يفرجينا هيدا الشيء، إن كان بتغيير بمعدل ضربات القلب، البولس، التنفس، أو حتى التعبير اللي عوجه للشخص. نقدر نشوف يمكن شوي عم يبتسم، يمكن أوقات تنزل دمعة، يمكن يرفع عيونه، أم يمكن حتى محاولة التواصل بشكل بسيط مثل ما أنت شفتي، حطيت إيدها، بتشد إيدها شوي، جربت تلمس وجهك. وأنا هون بقول منا محاولة بسيطة، بالعكس الواحد يقدر يقيم إيده ويحطها على وجه الشخص شي كتير كبير. فكله معلق ببعضه أكيد، العواطف والتأثير على الدماغ، وفي لهم ترابط كتير باللي بيصير جواتنا يعني. وبرجع أنا بشدد على هالموسيقى بوقتها شو عملت فيه، أوكي؟ شو عملت فيه بتنطبع بقلب الدماغ، ترجع بتنطبع بقلب الدماغ. بعطي إكزامبل أنا دايماً وردي، إنه مثلاً أنا إذا بدي نبش، إذا بدي شوف car accident، أوكي؟ لما بفوت على يوتيوب بكتب car، بيعطيني a lot of suggestions، هيك أنا لما بسمع موسيقى معينة
بدماغي بيعطيني a lot of things أنا عايشتهم related لها الموسيقى لها الغنية. yes so this is it. ولما بتكون هالموسيقى مرتبطة بحالة معينة أكيد مسيبة بدماغ باللاوعي تبعنا أكيد بدها ترجع بمطرح معين. لما أنا برجع بحطها لما أنا بسمعها أم بسمع الآخر هيدا الشيء بده يتجاوب معها بطريقة أو بأخرى. حلو هالشي، حلو إنه أسمع هالشي بعد ثلاث سنين هيك. أنا بقتنع جواتي إنه أنا عملت هالشي. وأنا يعني نهار أول نهار فتت لشوفها yes. كانت بعدها بالعناية الفائقة، تقصدت إنه فوت تليفوني وحتى لها الأغاني، كنت مقتنع إنه هالشي بيلعب دور ما بعرف ليه. وبقيت هيدا الذكرى بس إنه كان عبالي أسمعها من حدا مختص yes. وحتى حنتقل على شي تاني. الذكرى الأوديتيف برضو وردي الذكرى الأوديتيف يقال إنه هيدي الذكرى السمعية هي آخر شيء بفارق الإنسان، هي آخر سنس، آخر حاسة من حواس الإنسان اللي بتفارقه. حتى مش هيك بيقولوا ما تبكي على الميت لأنه بعده قادر يحس بوجودك، يحس بالوجع. فمش هيك بيقولوا إنه هيدا السنس الأوديتيف هالحاسة السمعية هي آخر شيء بتفارق الإنسان. يعني حتى لو مش قادر يستعمل غير سنسز مثل الحركة أم كل السنسز كل الأحاسيس الباقية، مش يعني ما عم يقدروا يوصلوا له هالقصص السمعية هالحضور هالقصص اللي نحن بنحطها قدام هيدا الشخص. شكراً ميا على هيدا الشرح. أكيد نرجع منقول كتير قاسي إنه نخسر ناس منحبهم ونسيطر على حالنا بهاي الفترة كتير صعبة، فأكيد طبيعي إنه نحن نحس ببكي إنه نقول قصص ونعبر عن هيدولة. بس مهم نفهم إنه الأشخاص بمعظم الحالات خاصة بحالة الغيبوبة ممكن يكونوا عم يسمعونا. خلينا ننتقي على شيء تاني، منه كتير إجابة أكتر بس شيء تاني هو شيء أنا كتير بيعني له ودايماً بحكي عنه. خلال دراساتي قرأت لما كنت عم أدرس على نفس وصدمات نفسية، قرأت عن سيدة لجأت لكتير أنواع من العلاجات النفسية، وبس كان عندها مشكلة بالممارسة الجنسية. يعني كل شيء تمام بحياتها، ما عم تعاني من أي صعوبة، بس بمجرد ما بدها تكون عم تعمل علاقة جنسية كان هذا الشيء بيوقف كليا. ما كانت عم تقدر تعرف السبب، فقررت تلجأ للعلاج بالموسيقى. هلأ خلال العلاج بالموسيقى استعملت البيانو، وهي وعم تعمل هيدا العلاج تبين انه هي متعرضة لاعتداء جنسي بطفولتها، وهي مثل كابتة هيدا الشيء لانه التعرض كان من والدها، وهي ووالدها كانوا لحالهم، وهي يعني كانت عم تهتم فيه عم تقدم له الرعاية، وهو صار شخص كتير كبير بالعمر، فهي كليا ناسية انه هو عامل معها هيدا الشيء. رجعت الذكرى لها من خلال العلاج بالموسيقى. هل شفتي هيك حالة مسبقاً؟ هل هو شيء نادر أو هل هو شيء حقيقي عن جد بتعمله جلسات العلاج بالموسيقى؟ يا سيدي عم بتقولي هو شيء كتير صعب وبشع، بس هو شيء كتير واقع وبيصير بمجتمعنا، وخاصة يعني مجتمعنا الشرقي يعني بالشرق. تخبرك أنا عن كاكلينيك، عن حدا قبلته من بجلسات العلاج بالموسيقى اللي بعملها عندي، اللي هو شيء كتير قريب للحالة اللي كنت عم تحكي عنها. بيجي شاب لعندي عمره 26 سنة، وطبعاً بأول لقاء أنا وياه سألته شو السبب اللي أنت جاي كرمال تعمل علاج بالموسيقى. قال لي أنه صراحة ما بعرف، أنه أنا بحس حالي ماني مرتاح، دايماً مزعوج، عصبي كتير، في شيء جواتي دايماً هيك بحس حالي كتير مزعوج بس ما عم بقدر أعرف ليه. وجربت كذا علاج ومش حاسس حالي عم بستفيد، وقلت بدي أجرب هالنوع من العلاج. فبجلستنا طبعا المعالج بالموسيقى في عنده بلاي ليست معينة، في عنده ليست موسيقى بحطها، أكيد هيدا شي بيكون أدابتي على الشخص اللي جاي يعمل عنده علاج. فبلشت أنا بأول موسيقى. أوكي، من بعد الموسيقى، من بعد الاستماع للموسيقى في وقت للتعبير. قلت له هذا الشخص شو رأيك بهالموسيقى؟ حكي هذا الشخص عطى رأيه بالموسيقى، بس ما عطاني معطيات مهمة أقدر تبلد عليها، أقدر إني روح أبعد بالعلاج.
بجوز يمكن الموسيقى ما كانت مية مية لهذا الشخص. تاني جلسة تاني جلسة من تاني جلسة بلشت تحس على هذا الشخص إنه كل ما بيكون في إيقاع بالموسيقى هذا الشخص بحسه شوي بيتوتر، يعني بحسه ببلش يهز بقشره، ببلش يحك راسه، بيظبط ثيابه، بيطلع بساعته. فحسيت بالنو فيربال بكل شيء جسدي في توتر. سو نطرت كمان ما كان في تعبير. تقريبا بسابع جلسة قلت دانسنت ميا في شيء حول الإيقاع. سو اللي بدك تعمليه بدك تحطي موسيقى إيقاع كتير ظاهر وقوي، وهيدا اللي صار. حطيت موسيقى إيقاع كتير قوي. تقريبا من أول 30 ثانية بالجلسة هيدا الشاب بيسكر ديني وبيصرخ بيقول لي وقفية وقفية بقى. هوني أنا قلت أوكي ها هي، سكرت اللابتوب وقفت الموسيقى. قلت له خبرني ليه طلبتني وقفها. ومن هون وردة بهالتعبير قدرت أوصل أنا وهيدا الشخص قدر يوصل أنه يعبر أنه هو لما كان عمره 7 سنين كان في جده بيعزف بفرقة زفة، وجده كان يعزف طبل which is هو الإيقاع اللي كتير فارد نفسه طبعا بالموسيقى الشرقية. فهيدا جده تعرض، هيدا الصبي تعرض لتحرش جنسي من جده، وهيدا الشخص ما قدر يحكي ما قدر يعبر، كان خيفان كان عتلينهم. سو لما حكي هيدا الشخص بكي كتير وقال لي ما توقعت اني ارجع لهالماضي لهالقد وقت، انا فكرت اني نسيته وتخطيته. وفولا هيدا التأثير تبع الموسيقى كيف يقدر يوعي فينا قصص نحن كنا طامرينا دافنينا ومفكرين انه نحن مع الوقت رح نقطعها وسفا وما بتأثر هالقد، بس لا، هيدا الشخص كان منه مرتاح. وطبعا اذا بنعمل اللينك ام الرابط بين الإيقاع تبع الموسيقى وإيقاع الحياة، هيدا الشخص حاسس بتوتر دائم لأنه إيقاع، لما يكون إيقاع الحياة قوي كمان عم بيذكره باللاوعي بهالإكسبرينس اللي عاشها اللي هي كتير بتوجع واللي كتير بتزعل. فوصلت أنا وهيدا الشخص إنه يقدر يحكي مع والدته عن هالموضوع، وهيدا الشخص وقف ثيرابي تقريبا من بعد جلسة 31. ميا شكرا على المشاركة. شرحتي لنا شوي كيف بيصير التشخيص بطريقة غير مباشرة. هل هيدي الأدوات المستخدمة، يعني إذا باختصار بدك تقولي لنا أو تشرحي للأشخاص بيقولوا لك كيف يعني علاج بالموسيقى هيك بثلاث أو أربع خطوات، كيف ممكن تشرحيها ببساطة للأشخاص اللي ما بيعرفوا كيف بيتم العلاج بالموسيقى؟ العلاج بالموسيقى هو علاج مثل ما بدل اسمه، العلاج من خلال الموسيقى. يعني نحن بنستعمل الموسيقى كوسيلة للتعبير، كوسيلة إن تفتح لنا أفاق، تفتح لنا الكنال دو كومنيكاسيون، أم الكنال دو كومنيكاسيون ديموسيون، تقدر تفتح هالمجرى المشاعر، وهالشي بيخلينا نتواصل مع الآخر. نحن الموسيقى هي وسيلة نستعملها بالعلاج بالموسيقى. العلاج بالموسيقى عنده شقين، مثل ما ذكرتي أنت بالحالة اللي كنت عم تحكي عنها، البنت كانت تعزف بيانو. سو هيدا هو الشق الأكتف، نسميه أكتف ميوزك ثيرابي، اللي هو الشخص اللي عم بيتعالج بيستعمل الآلات الموسيقية، بيدق عليها بيعزف عليها. وعندنا الريسبتف اللي هو لما بيسمع الشخص الجاي يتعالج، هو مستمع بيتلقى الموسيقى. سو عندنا هالشقين، الأكتف ميوزك ثيرابي والريسبتيف ميوزك ثيرابي، اثنيناتهم فيهم موسيقى. وخليني اقول شغله، بالاكتيف ميوزك ثيرابي هيدا الشيء ما بيتطلب من الشخص الجاي يتعالج انه يكون عنده معرفه مسبقه بالموسيقى ام بالعزف. سو في يكون ما بيعرف ابدا بس يقدر يستفيد من هيك نوع من العلاج بالموسيقى، لانه كمان كونتر بارتي الميوزك ثيرابيست المعالج رح يكون عم بيشاركه العزف، رح يكون عم بيدق معه. ومن بعد هالفترة اللي بيكون فيها أكتف رح يكون في فترة يكون فيها عم بيتواصل، عم بيحكي عن شو حس وعم بيدق هالآلة لوين أخدته
كل هالأمور هيدي. بالريسبتيف من وراء استماع لموسيقى معينة كمان من بعدها بيصير فيها تان دي شارج، هالموسيقى لوين أخذتني، بشو ذكرتني، هل هي حلوة، هل هي بشعة وليه، وهون بيصير في البروسيسوس ثيرابوتيك. ميا، سؤال سريع عن الحالة اللي ذكرتيها من شوي، قلتي أخذت معه تقريبا 7 أسابيع لاكتشفته نوعا ما شو المشكلة الحقيقية، وتقريبا 31 أسبوع لحتى وصلته للنتيجة أو لحتى انحلت المشكلة. هل هيدا الوقت هو الوقت المتوقع بمعظم الحالات، أو هي الحالة تعتبر من الحالات الصعبة؟ عامة الفترة بتكون أقل أو بيكون أسرع، لأنه بعتقد 31 جلسة يعني تقريبا عم نقول سنة، يعني الأشخاص بتقدر هالقد تضل عم تتابع بالعلاج بالموسيقى، وفي ناس بتفقد الأمل بتقلك لا شكله هيدا ما بينفع. سؤال كتير حلو. هلأ ما في شيء اسمه، ما في دينوميناتركم، ما في شيء بيقول إنه أنا بالعلاج بالموسيقى ب5 جلسات رح أطلع تمام، أم ب20 جلسة رح أطلع تمام. يعني أنا اليوم كميوزيك ثيرابيست، كمعالجة بالموسيقى، أنا بنطلب من الشيء اللي بيعطيني إياه الشخص. يعني إذا اليوم الشخص قادر يعطيني هالقد، بدي فوت معه على قد ما قادر يعطيني. نهار قادر يعطيني كتير، بقدر فوت معه كتير. نهار قادر يعطيني شوي، بقدر فوت معه شوي. وكمان ما بدنا ننسى إنه الجلسة هي شقفة صغيرة من بعدين شو عم بعيش هيدا الشخص، في يقشط، في يحس إنه هو كتير تعب، في يحس إنه هو ما بقى بده يكمل، أم هالمشاعر كتير قوية لإله هلأ. سو بدي أنطلق من إيقاع الشخص القدامي، وعلى أساسها أنا بكمل علاجي، يعني حسب إيقاعه أنا مفروض رجلج إيقاعي. في عالم وردة صاروا تقريباً عندي بالكلينيك 1.5 سنة، مش يعني ما حلينا المشكلة تبعهم، مش يعني المشكلة الأساسية اللي إجوا فيها من حلت، بس في كتير قصص رجعت طلعت من وراء هيدا الشيء، من وراء المشكلة. يعني لتسي أنا حليت هيدا المشكلة، قدر يعرف أنه هو مزعوج لأنه تعرض لتحرش، لما في كتير مشاعر أنا وين بروح فيها؟ أوكي برافو، عرفنا أنه هيدا هي المشكلة الأساسية. إيه بس أوكي، بس المشاعر، الزعل، الجلت فيلينجز، كل هول وين بروح فيهم؟ علاقته مع أهله، كيف إذا بده يخبر أهله إيه ولا لا، إذا بده يخبر صاحبته إيه ولا لا. سو مش بس شغلة واحدة، عدة شغلات بيرجعوا بيطلعوا بالجلسات، مشان هيك أوقات منطول. شكراً ميا، أنا تحمست عبالي صار جرب. بس أسألك بعد سؤال خطر على بالي، شو أكتر 3 خرافات بتسمعيهم عن الموسيقى والصحة النفسية؟ يعني كلنا بنعرف لما نكون أخصائيين بنكون بقعدات هيك، بيجي حدا بيقول شيء بتصير أنتوا لا مش هيك، فشو هن 3 أفكار اللي عن جد كتير تسمعيهم بالمجتمع وبدماغك أنه لا بليز ما بقى حدا يقول هاي الفكرة مش مزبوطة؟ يس، في كتير قصص وردي، بس اللي أكتر شيء نسمعه وبعتقد أنت كمان بتسمعيها، إنه الموسيقى هي بحد ذاتها علاج. أنا مع إيه ولا، لأنه هي إذا بدي أقول موسيقى بحد ذاتها علاج، فيها تكون علاج مومنتاني هلأ بالوقت الحالي. يعني أنا معصبة، مسكر راسي، ظهرت من البيت، حطيت موسيقى رواق، تريح، ايه بريح، حلت، يعني اشتغلت على السيمبتوم، بس على الاوريجين، على سبب هالانزعاج انا بشتغلت عليه. يعني هي فيها تكون علاج هلا، بس بعدين لا، on the long term لا، انا بدي حل السبب. يعني مثل شخص بيعمل ميجران، اوكي، بيجي بياخذ حبه بنادول ام وات ايفر حتى يروق، اوكي، بيروحوا السيمبتومات، بس السبب تبع هالميجران هو ما علاجه. سو هيدا اللي بسمعه، انه الموسيقى بحد ذاتها علاج، ايه ولا، الموسيقى هي شيء بيريح، بس علاج، لما بحكي بعلاج بده يكون في معالج. ما بعرف إذا بتوافقيني ميا، بس وقتا بيحكوا هيدا الشيء دايما أنا بربط الموضوع بالإيمان أو بالدين، إنه إيماننا وديننا أوقات بقوينا، بيساعدنا، بيحمينا. أنا ما بحب إنه نحن نفصل كليا ونقول إنه الدين ما بيساعد بالمشاكل اللي نحن بنقطع فيها. نعم. أكيد إيماننا بمحل بيساعدنا بقوينا، بس ولا مرة الإيمان لحاله كان علاج المشكلة النفسية اللي نحن عم نعاني منها. فهو من العوامل يلي بتساعد إنه أنا خفف على نفسي، إنه أنا أتنفس، إنه أنا أسمع موسيقى، إنه أنا أروح صلي، هدول الأساس رح يساعدوني بحل المشكلة، بس مش هن الحل.
تبعه. فبعتقد هيدا المقصود من يلي عم تقوليه وهو شرح كتير مهم. هل في فكرة تانية حبيت تشاركينا إياها أو هيدا هيك أكتر شيء حبيت لا عنه؟ في شغلة تانية كمان بسمعها وعن جد هيك بحس وقفت على سلاحي مثل ما بيقولوا. في عالم بتقول وهيدا الشيء أكيد بعرف أنا أنه جاي من عدم معرفة بس بيقولوا أنه حيلا حدا دارس علم نفس أم خصو بالعمل الاجتماعي في يعالج بالموسيقى. وهذا الشيء هوني أنا خط أحمر لأنه اليوم أنا كمعالجة بالموسيقى أنا ما بقدر أعمل شغلتك أنت كمعالجة نفسية ولا بعمري رح أقدر أعمل شغلتك. بذات الوقت المعالج النفسي ما رح يقدر يعمل شغلتي. ليه؟ لأنه أنا لما بروح على الجامعة وبتخصص 3 سنين أنا عم بتخصص بالعلاج بالموسيقى. سو فيها العنصر اللي بهم الموسيقى. يعني أنا بدي أعرف شو أختار موسيقى، أي متى أختار موسيقى، على أي أساس بختار موسيقى. فيس يعني العمل الاجتماعي والمعالجة النفسية منا مرتبطة. يعني مش حيلا حدا بيقدر يعمل علاج بالموسيقى بده يكون متخصص فيها ودرسها. اوكي بيرفكت. اخر سؤال عندي وهي من اطول الحلقات وانا كتير مبسوطه طبعا لهلا هيك ابتسامتي كتير كبيره. كيف بنختار المعالج بالموسيقى؟ هلا بعرف انه مش كتار اصلا يعني ما في كتير بعد معالجين بالموسيقى، بس نحن كيف بنتاكد انه هذا الشخص مناسب لنا، هذا الشخص عنده كل المقومات؟ يعني مثل هلا كنت عم تقولي مش اي حدا بيقدر يعمل علاج بالموسيقى، فشو هي ضماناتنا انه نحن رحنا لعند المعالج المناسب؟ هلا اول شيء بدنا نشوف اذا عنده شهاده جامعيه بتخوله يمارس العلاج بالموسيقى. هيدي اول شغله، يكون معه شهاده جامعيه، وبشدد على شهادة جامعية مش وركشوب عمل صغير جمعة وجمعتين. هيدي أهم شيء. وأكيد بدي أشوف هيدا الشخص البروفايل تبعه، يعني هيدا الشيء ببين على السوشيال ميديا شو إنجازاته، وين بيشتغل، كل هالأمور هاي. ولا بعطي إكزامبل أنا وردي، إذا في لما أنت بدك تختاري تروحي عند حكيم، أوكي، في في فيك تروحي في حدا قدامك دارس طب وعامل ستاج ومتخرج ومعه شهادة جامعية، في حدا تاني أخذ معلومات بسيطة عن الطب ما عامل ستاج ومتخرج بس إنه أنفيرمية، عند مين بتروحي؟ أكيد اللي عنده الشهادات والخبرة طبعاً. هو زيت الشيء، يعني أنا ليه اليوم بدي استخف بالصحة النفسية وأنا صحتي الجسدية ما بستخف فيها؟ سو هيدا شيء كتير عن جد كتير مهم نحنا نعرف عن جد إذا هيدا الشخص هو كفو، وإذا عن جد قادر يساعدنا وقادر ما يعملنا ضرر بالمقابل. إذا مش قادر يساعدنا ما يكون عم بيضرنا. واللي بيزعل إنه في جماعات بلبنان بلشت هيدا الاختصاص، هو حلو إنه بلش لبنان يضوي على هيدا الموضوع، بلشت الجامعات تضوي هالموضوع، بس اللي بيزعل إنه بعد هالاختصاص منه كامل بالجامعة وبينقصوا كتير مواد وكتير ستاج. يس. فباختصار بدنا نتأكد إنه الشخص عنده الشهادات الكافية، متخصص كفاية بالعلاج بالموسيقى تحديدا مش بالعلاج عامة، وبيعرف شو عن الموسيقى فقرر يعملنا علاج بالموسيقى. نعم. ميا، في شيء كنت حابة تقولي تسألي، شيء أخير هيك بتحبي تقولي قبل ما أكون عم بختم الحلقة؟ حيالله شيء ببالك حابة تقولي. يس. في شغلة كمان بحب زيدها، إنه في كتير أوقات بسمع من عالم بكون قاعدة بالمجتمع لما بيعرفوا إنه أنا ميوزيك ثيرابيست أو معالجة بالموسيقى بيسألوا، بيقولوا بيعبروا إيه ما نحن جربناها ما قدها طعمة، ضحك على تقوم. وهذا الشيء ما بقدر خبرك برد قدي بيزعلني قدي، عن جد بحس إنه عن جد بصير غضباني من جوا، لأنه عم بيروحوا عند عالم حامل هيدا التايتل سمي حالة معالجة بالموسيقى، والله أعلم، الله أعلم شو عم بيصير وشو عم بيعمل بهول العالم. سو أكيد الشخص بده يحس إنه هيدا الشيء ما ساعده أم إزاي ما فات، فعم يشوف هالعالم إنه يعني كأنه عم نوطي و downgrading أهمية هالعلاج، واللي هو عن جد علاج جامعي، علاج كتير مهم. سو يس. وبدي
بدي أقول لك شغلة، إنه أنا لما تخرجت أنا من جامعتي بفرنسا من نانت، أنا جات على لبنان، أنا أول شغلة قلتها لحالي أنا اللي بعرفه هو 40% مش أكتر، التيوري والستاجيب اللي عملتهم هني بيعطوني 40% من المعرفة، أنا علي إني نبش أكتر، إني شوف أكتر، إني أدرس أكتر وأقرأ أكتر، وهذا شيء كمان كتير بيساعد وكتير مهم تقدر ساعد الآخر. هو مشوار، يعني العلم خاصة علم النفس هو مشوار ما بيخلص، وكتير قصص يمكن تعلمناها بالجامعة أول سنة نحن عم نكبر عم نكتشف إنه لا مش دقيقة 100% في السلز، نرجع نشتغل عليها ونطورها أكتر. مية شكرا كتير وردي، أنا بدي أقولك مرسي كتير كتير كتير، عن جد كتير انبسطت لما قلتيلي بدك تحكي عن هالموضوع، شي بكبر القلب، مرسي إنك عطيتيني هالمساحة تقدر أحكي وأقدر أعمل هالأويرنس أكثر عن هيك نوع من العلاج. مرسي كتير لإلك وردي بتعقدم. شكرا كتير لإلك، وأنا بهمني أرجع أذكر الموسيقى هي جزء كتير حلو من حياتنا، كتير مهم نعرف كيف عم نستخدمها ونعرف الفرق بين إنه هي تكون شيء بيريحنا بيداوينا ببعض الحالات، ونعرف إنه هي فيها تكون كمان علاج، بس هذا الشيء بيستدعي إنه نكون مع مختص عارف شو نوع العلاج اللي عم يعمله، شو نوع الموسيقى، وكيف عم يستخدمها بالطريقة المناسبة. شكرا كتير لكل يلي سمعونا، ما تنسوا تتابعوا صفحتي على إنستغرام لإرسال أسئلتكن، فيكن تلاقونا على جميع التطبيقات، وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست وتشاركوا. باي باي.